يقول في سؤاله الثالث: منحت تأشيرة عمرة من بلدي بغرض أداء العمرة والعودة، ولكن كانت نيتي أن أقضي العمرة ثم أتخلف للعمل بالمملكة، هل العمرة التي أديتها صحيحة أم تجب إعادتها؟ وينطبق علي قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها الحديث. إذا كنت أديت مناسك العمرة ناويا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى عمرتك صحيحة الحمد لله. أما إن كنت اعتمرتها لأجل الحيلة والتخلف للعمل في المملكة فليس لك من الأجر شيء، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل الوعيد في هذا شديد، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وينطبق عليك حديث مهاجر أم قيس: إذا كان هذا قصدك لم تقصد العمرة لوجه الله وإنما قصدتها حيلة لأجل البقاء في المملكة والتخلف، فإنه ليس لك فيها أجر، عليك التوبة إلى الله عز وجل والإتيان بعمرة غيرها إذا لم تكن اعتمرت عمرة الإسلام. نعم.